في بلادنا القديسين ونجد بقاياهم، حتى إن الكنيسة منذ نشأتها كانت تبحث عن القديسين وتجعل مكاناً مخصصاً لرفاتهم تجتمع فيه كل سنة حتى تكرمهم في يوم موتهم، في يوم استشهادهم، وتجمع الناس حولهم وهناك يقرؤون سيرتهم وبعضاً من تعاليمهم، وتكون هذه المناسبة فرصة لكي يتأملوا ويجددوا نشاطهم ووعدهم للرب. فإن كل واحد منهم عندما يعتمد تهيئه الكنيسة ليكون شهيداً، حينما تضعه في وسط الماء هناك الاختناق، هناك الموت، وأنت تولد من الموت لأنك فيما تميت أعضاء جسدك، وتبلى هذه في القبر من أجل محبة المسيح، أنت تأخذ هذه النعمة لتكون إنساناً جديداً على صورة خالقك ومثاله. القديس يعقوب الحمطوري قرأنا عنه في الكتب ولم يكن أحد يعرفه، ذلك أن الكنيسة أعلنت قداسته منذ وفاته، منذ استشهاده زمن المماليك، والقديسون الشهداء تعلن قداستهم فوراً، فلا يحتاجون إلى تأكيد لأن سيرتهم العطرة والمباركة وغيرة قلبهم تعطيهم هذه الأهلية ليكونوا شهوداً في حياتهم وتصرفاتهم، بالتالي يؤهلهم الرب حتى يكونوا شهوداً بالدم، يقدمون ذواتهم إلى الرب كبخور زكي. لذلك تعلنهم الكنيسة فوراً فور استشهادهم كقديسين. نقرأ خبراً عنه في مخطوط في البلمند منذ 1500،
لكنه نسي، لأن التقلبات الإنسانية في بلادنا كانت سريعة زمن الاحتلال العثماني، وهنالك تغيرات كثيرة، والناس تنقل من مكان إلى آخر، فلا يبقى التراث محفوظاً إلى النهاية. وإن كان الناس يعرفون شيء فإنهم يذكرون الأقاصيص، لكنهم لا يعرفون الأمكنة، لأنها تتبدل بالجرف والتغيير، ومن ثم بتغيير أسمائها. ولكننا نعرف أنهم شهداء وقديسون، لأنهم وضعوا في وسط الكنيسة. عادة لا ندفن في قلب الكنيسة، إلى جانبها يمكن أن ندفن الناس، لأن الآباء آنذاك اعتبروهم شهداء وقديسين وضعوهم في وسط الكنيسة. ووجدنا رفاة القديس يعقوب مقطوع الرأس، رأسه موضوعا على حدة، ووجد بعد البحث والتدقيق في الفحوصات المخبرية أن العظام عليها آثار حريق. هذا ينطبق تمام الانطباق على ما وصفه كتاب السنكسار في البلمنت، إنه قد قطعت هامته بعد تعذيب سنة كاملة في السجون، ومن ثم أحرق جسده لئلا يكرمه الناس ويستفيد من بقاياه. لكنه أراد أن يبرز حقيقة القيامة، وهنالك أناس كثيرون بيننا اليوم ربما يؤمنون بالفكر لكنهم بالتطبيق العملي ينسون القيامة. ولهذا جاءت هذه العظام الموضوعة في وسط الكنيسة لكي توقظ فينا هذا الاهتمام وهذا التفكير، أن الإنسان وإن بلي في الأرض سيقوم وسينتصر مع المسيح، لأنه ملتصق بالذي انتصر على الموت وعلى الشر. وكل واحد منا موعود أن يكون شهيدا للمسيح، لا بل هو موضوع شهادة للمسيح. فلنتذكر هذا إذ نسجد لبقاياهم المقدسة ونتبرك بها. نحن لا نعمل احتفالاً مجرداً عن المعنى، إنما بذلك نقر بأننا نحن أيضاً ينبغي أن نكون شهداء وقديسين للمسيح. ربما لم تأتي الساعة لنموت شهوداً، لكن حياتنا ينبغي أن تكون في كل لحظة حياة شهيد مبارك يحب المسيح ويحبه أكثر من أي شيء. وتذكروا، نحن في المعمودية نسأل القادم إلى العماد: هل توافق المسيح؟ وهذا يعني أنك تقبله تماماً كما يريد في إرادته، تسلمه إرادتك. أنت توافق، إذن أنت تسلم إرادتك له، إذن أسجد له. فيسجد المؤمن قائلاً: أسجد للآب والابن والروح القدس، الثالوث الواحد في الجوهر. ويكون قبل ذلك قد رفض الشيطان، وهذا يعني أنك لا تقبل البتة بأن تكون هنالك أي وشوشات للشرير في قلبك. فهنيئاً للذي يكون على هذا النقاء منذ معموديته إلى وفاته، إلى انتقاله إلى الرب، أن يكون لم يسمح في حياته لهمهمات الشر أن تدخل في قلبه وأن تتثبت إذ يحاورها في الموت، ليكون على شبه موته، وبالتالي يؤهل لأن يكون على شبه قيامته أيضا. لو نظرنا إلى هذه العظام وبعضها محطم قبل الموت بالتعذيب والضرب، ستجدون آثارا كثيرة على الجماجم، وهنالك باق بعض الدم، رغم أن اثنين منهما بات لهما حوالي 700 سنة، باق الدم عليهما. هذا بنعمة الرب لكي يقدسنا ويعرفنا كإشارة إلى قداستهم. لا نحتفل ونبتهج بالمناظر الخارجية، لكن فليبتهج قلبنا، لأن الله أيقظ فينا هذه الهمة وجعلنا نشعر بحضوره وببركته إذ أرانا هذه العظام المقدسة.
فينبغي أن نكرمها وأن نتعلم من أصحابها أن الحياة هي مع المسيح ألذ وأطعم من أي شيء آخر يمكن أن يلهينا في الحياة. والرب القدوس فليعطنا جميعاً بركاته الغزيرة ويقدسنا ويلهمنا أن نكون بالحقيقة شهوداً له، فإننا أخذنا اسمه القدوس لا لكي نتسلى بل لكي نكون بالحقيقة كمثله شهوداً للحق. القديس يوستينوس الفيلسوف في تعريفه للمسيحي يقول إنه من شكل المسيح، كما تقول هذه الطاولة خشبية أي من صنف الخشب، أنت إنسان مسيحي يعني أنك من صنف المسيح، لا يمكنك أن تكون أقل من ذلك. وهؤلاء وإن بليت عظامهم في الأرض وإن استبدت بهم الطغاة في الحياة وقتلوهم واحتقروهم وقرعوهم كثيراً، لكنهم لم يصلوا إلى اليأس بل وصلوا إلى الحياة الأبدية. هذه الحياة كلها وقتية، لكن الحياة التي تنتظرنا أجمل بكثير كما يعبر القديس بولس الرسول. أرجو أن نتمم احتفالنا بمهابة وتكريم، فنأتي بشكل لائق نسجد للرفاة نقبلها ونخرج من هذا الباب الأمامي تسهيلاً، وأرجو أن نتيح الفرصة للذين أتوا من أماكن بعيدة، هذا طبيعي، حتى يرجعوا إلى بيوتهم، لا سيما الآباء الكهنة حتى يتموا خدمهم في كنائسهم ويذكرون بعد في صلواتهم القديس يعقوب الحمطوري ورفاقه المستشهدين في دير حمطورة، فنتبارك بهم. وبعد أن يقبل الشعب كله قداستهم ويتقبلها، تأتي الكنيسة فتعلن هذه النعمة بشكل رسمي أكثر. كما أننا وجدنا عظاماً لطفل صغير عمره 3 سنوات، هذا كما كان يحصل دائماً أن الأهل يموتون في الظلم والقهر والتهجير، فيرسل الأقارب هذا الطفل إلى عمه أو إلى خاله في الدير ليتربى عنده، ولكنه أصابه نفس النصيب بأن يكون شهيداً ولو هو طفل صغير، فوضعنا عظامه في علبة صغيرة حتى نتبارك منه ويكون لنا مثالاً للقداسة نحتذي بها ونتبارك. الله يعطيكم كل أجر وثواب وبركة ويقدس حياتكم ويجعل أموركم ميسرة ببركة وصلوات القديس يعقوب ورفاقه المستشهدين معه في دير حمطورة. آمين. وجميع الكليروس والشعب إلى الرب نطلب. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. وأيضا نطلب من أجل حفظ هذه المدينة وجميع المدن والقرى والأديرة من الجوع والوباء والغرق والحريق والسيف ومن غارات القبائل الغريبة والحروب الأهلية والموت الفجائي.
ومن أجل أن يكون إلهنا الصالح المحب البشر شفوقا رؤوفا ومتعطفا ليصرف ويبعد عنا كل غضب يثور علينا وينقذنا من وعيده العادل ويرحمنا. وأيضا نطلب من أجل أن يستمع الرب الإله صوت تضرعنا نحن الخطأ ويرحمنا.